أنا معي في الاستوديو المحلل السياسي حازم عياد. أستاذ حازم، مساء الخير. مساء النور. اجتماع لوزراء خارجية 5 دول عربية تستضيفه العاصمة الأردنية عمان. ما قاله المتحدث باسم الخارجية المصرية إن هناك اتفاق بين الدول الخمس على إبلاغ بلينكين بضرورة وقف فوري لإطلاق النار، إيصال عاجل للمساعدات، وإقامة دولة فلسطينية، وقبلها عدم التهجير. هل تعتقد أن بلينكين سيستمع إلى كل ما قيل؟ إذا ما رجعنا إلى حديث نتنياهو بالأمس أنه لا هدنة إنسانية قبل إطلاق جميع المحتجزين، وهذا أمر ربما شبه مستحيل. يعني أعتقد أن الجديد في هذه اللقاء لبلينكين، وهو الثالث من نوعه خلال أقل من 4 أسابيع، أنه جاء ليلتقي عدد 5 وزراء خارجية عرب، من ضمنهم مسؤول في السلطة الفلسطينية اللي هو أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير. بالتالي هناك رغبة في إيصال موقف موحد أكثر صلابة أكثر وضوحا للولايات المتحدة الأمريكية، بحيث أن لا تأتي الزيارة على شكل فقط مناقشة ما تطرحه الولايات المتحدة الأمريكية. فبلينكين قبل أن يأتي إلى المنطقة كان يتحدث عن مرحلة ما بعد حركة حماس، وكان يناقش ذلك أمام الكونغرس الأمريكي، ثم جاء إلى المنطقة يتحدث إلى نتنياهو بضرورة وقف إطلاق نار مؤقت وهدنة مؤقتة، لأنه جاء بمشروعين. مشروع يريد أن يشرك فيه الدول العربية للبدء بالحوار حول ما بعد حركة حماس، ومشروع آخر يتحدث فيه عن هدنة إنسانية تخفف من الضغط الذي تتعرض له الولايات المتحدة الأمريكية. الآن الدول العربية لا تتماهى مع التوجه الذي جاء به بلينكين، إنما أصبح لدينا اتجاه ثالث أكثر وضوحا يذهب إلى ضرورة وقف إطلاق النار، ضرورة وضع حد لأي توجهات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، والتأكيد على حل الدولتين كحل أساسي ونهائي للقضية الفلسطينية. الحديث عن أنك تريد أن تناقش ما بعد حركة حماس وتقدم مشروع عمل للدول العربية، وخاصة أن هذا المشروع يتضمن إشراك الدول العربية في إرسال قوات وجنود وشرطة متعدد الجنسيات وما إلى ذلك كما سرد. هناك إذن رغبة من هذه الدول كلها التي أشار إليها بلينكين وأشارت إليها مراكز الدراسات الأمريكية، بأننا لن نتماهى مع هذا المسار، وأن هناك مسار آخر يجب عليكم العمل به: وقف إطلاق النار، الامتناع عن تنفيذ سياسة التهجير، وأخيرا إذا أردتم أن تعالجوا مشكلة جذرية للقضية الفلسطينية لا تحل بإقصاء حركة حماس، بل بطرح موضوع حل الدولتين وضرورة الوصول إلى حل نهائي وسلمي لهذه القضية عبر إقامة دولة فلسطينية. إذن هذا ما أرادته مصر وهذا ما أراده الأردن حتى لا يدخلوا في متاهات السياسة الأمريكية. أما بالنسبة للهدنة، أعتقد أن نتنياهو لا زال يضع سقوفا مرتفعة لها، يتحدث عن إطلاق جميع سراح جميع المحتجزين والأسرى لدى حركة حماس مقابل التوقف عن وقف إطلاق النار مؤقت فقط. نعم، وهذا المسار البارحة هو حطمه من خلال مهاجمة المستشفيات ومهاجمة المؤسسات المدنية وارتكاب مزيد من المجازر، وبالتالي وضع وزراء الخارجية العرب أمام اختبار كبير. عدم التماهي الذي وصفته يا أستاذ حازم مع المطالب الأمريكية التي حملها بجعبته بلينكين، كيف ستواجه من قبل الأمريكية الذي يستبعد ويرفض وقف لإطلاق النار، كما يعزوه بأن حماس ستعيد تنظيم صفوفها؟ قبيل الاجتماع هو تحدث مع رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبناني وقال له أسعى لوقف العمليات لغايات إنسانية فقط. يعني أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن عدة مسارات. هي تتحدث عن مسار عسكري تضغط من خلاله على نتنياهو وعلى الجيش الإسرائيلي ليركز على العملية البرية بدل أن يركز على قصف المدنيين، لأن قصف المدنيين لم يعد يعني استراتيجية ناجحة بالنسبة للولايات المتحدة، هي تحرجها أمام الدول العربية وأمام من يمثلون من يعتبرون في من وجهة نظرها شركاء لها في المنطقة في أي ترتيبات إقليمية أو تتعلق بالملف الفلسطيني، تحرجها بشكل كبير، تحرجها في الداخل الأمريكي وحتى تحرج حلفائها الأوروبيين. لذلك استهداف المدنيين بدأ يتحول إلى كرة ثلج
ضاغطة على أعصاب السياسة الأمريكية، تريد أن تركز على الجانب العسكري لتحقيق إنجازات عسكرية، لذلك يتحدثون عن ضرورة أن يكون التركيز على العمل العسكري الميداني، وهو ما تعجز حتى اللحظة إسرائيل عن تحقيق أي نجاح به، أي أنه يطالبهم بما هم يعجزون عنه، وما أنهم عاجزون عنه عليهم أن يقدموا مقترحا لوقف إطلاق النار. الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد بأنها لن تدعم وقفا لإطلاق النار حتى تتأكد إسرائيل بأنها يعني قادرة على حماية نفسها، وأن الهجمات التي وقعت لن تتكرر مرة أخرى. هذا الشرط يعني فضفاض قليلا، لأنه مفهوم أن لا تتكرر يعني أنه ممكن الوصول إليه عبر التفاوض، عبر وضع شروط لوقف إطلاق النار تردع الطرفين عن أي انتهاكات، خصوصا الجانب الإسرائيلي. يبقى لدينا الجانب الآخر متعلق بوقف إطلاق النار. هل أمريكا قادرة على الضغط على إسرائيل للذهاب إلى هدنة مؤقتة، وهذه الهدنة قد تؤسس لوقف إطلاق نار شامل؟ هذا أعتقد أنه اختبار صعب لإدارة الرئيس الأمريكي بايدن، لم يستطع حتى اللحظة أن يمارس ذلك الضغط. نتنياهو قادر على إحراجهم، لأن هم يلتقون ببلينكن، سيلتقي بالوزراء الخارجية العرب على وقع مجازر ارتكبها يوم أمس، وكانت مجازر مقلقة تقوض كل الجهود التي يتحدث عنها. رغم أن ساترفيلد اللي هو ديفيد ساترفيلد اللي هو مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية للشؤون الإنسانية في المنطقة أكد بأن حماس لم يثبت أنها حاولت أو سيطرت على أي من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة، أو أنها تستخدم البعد الإنساني والطوارئ والإسعافات، وهذه شهادة أمريكية، لكن هذه الشهادة يعني بالنهاية لم تجد مفاعيلها على الأرض لتضغط ضغط حقيقي الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل للوصول إلى وقف إطلاق النار. هل سينجح القادة العرب أو هنا يعني ما سرب بالأمس عن صحف أمريكية تتحدث عن أن المسؤولين الأمريكيين أبغوا إسرائيل بتآكل الدعم الغربي لها نتيجة الصور البشعة التي تظهر على الشاشات ووصلت إلى الغرب. كذلك هناك قلق في الإدارة الأمريكية مما وصف بعزلة الإدارة بسبب الوقوف والدعم اللامحدود واللامتناهي لإسرائيل رغم الصور التي تشاهد. هذا الضغط الذي تتعرض له ربما تل أبيب وأمريكا، كم يسهم العرب؟ واليوم نحن أمام اجتماع وزراء خارجية 5 دول عربية في تعزيز هذا الضغط ومحاولة إيقاف القتال الدائر في غزة. يعني هو يحمل شقين هذا الاجتماع الحالي. أولا كما قلت، هو يعبر عن موقف موحد بأن الدول العربية لن تسير بعيدا في التماهي مع الاستراتيجية الأمريكية. ثانيا قبل ذلك يعني قبل أن ندخل بالاتجاه الثاني، أن الإدارة الأمريكية لا زالت تدير حوارات داخلية مع إسرائيل، لم تخرج للعالم. كل هذه تسريبات عن أن هناك ضغوط أمريكية بأن وقت بدأ ينفد، لحد الآن هذه تسريبات وتدل على أن هناك صراع قوة داخل الإدارة الأمريكية وداخل المؤسسات العسكرية والأمنية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لم تحسم أمرها باتجاه الضغط جدي على إسرائيل. اللقاء العربي الموحد الذي يريد أن يخرج ببيان موحد وموقف موحد لعله يمثل كابح حقيقي يساعد التيار الذي يسعى لوقف إطلاق النار، تيار داخل الولايات المتحدة الأمريكية. عندما تجد أن الدول العربية لن تتعاون مع الاستراتيجية الأمريكية التي تذهب إلى ضرورة الاستمرار بالقتال ودعم المسار الآخر متعلق بضرورة تصفية حركة حماس والتفكير فيما بعدها، إذا كان هذا المسار لن تسير معه الدول العربية، فبالتأكيد سيؤثر وسيدعم التوجهات الذاهبة لضرورة إيجاد حل ووقف مؤقت لإطلاق النار. الموقف العربي لا شك أنه مؤثر، إذا أصرت الدول العربية ولم تظهر أي يعني اهتزاز في موقفها أو انقسام تجاه ضرورة وقف إطلاق النار، لابد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتأثر بذلك، أي أنها لن تجد شركاء يمررون سياستها أو يدعمون الموقف الإسرائيلي. إسرائيل حتى اللحظة تقاتل لوحدها بدون دعم حقيقي من الدول العربية، رغم الحديث عن إغلاق المعابر وعدم يعني تفعيل الممرات الإنسانية بشكل يخفف من معاناة الفلسطينيين، إلى أنها لا زالت غير قادرة على حسم المعركة ولا زالت غير قادرة على أن تعطي أفق
لهذه المعركة العسكرية على الأرض ما دام لا يوجد أفق سياسي. الأفق السياسي تحدث عنه إسرائيل هو تهجير الفلسطينيين، هو إيجاد بدائل أممية أو بدائل عربية لحركة حماس داخل قطاع غزة. كل هذه الأفق إذا لم تتحقق ولم تجد دعما لن يجد أيضا الهجوم، سيفقد جزءا آخر من زخمه، وفقد جزء من زخمه نتيجة العمليات العسكرية التي تنفذها المقاومة والخسائر الفادحة والتي تتناقض مع العقيدة العسكرية للإسرائيليين بأنه لا نصر مع خسائر فادحة، وجزء آخر أنه لا مسار سياسي يدعم هذا التوجه بحيث أنها تستطيع أن تبقى تمضي قدما في زخم الهجوم ما دام لا يوجد أفق سياسي لما لاستمرار القتال. من النقاط التي كشف عنها المتحدث باسم الخارجية المصرية هو الاتفاق على رفض تهجير الفلسطينيين، هل ما زالت هذه القضية مطروحة بتقديرك أستاذ حازم؟ سمعنا تصريحات من البيت الأبيض قبل أيام عن إمكانية خروج الفلسطينيين من قطاع غزة إنسانيا أو بداعي العلاج جراء الإصابات، لكنها قالت صراحة لا نضمن عودتهم. يعني هذا الأمر يعني أعتقد أن مصر تضع عليه فيتو واضح، وأعتقد أنه الناطق باسم الخارجية المصرية الذي عبر أننا سنذهب إلى موقف سنذهب إلى موقف موحد، وأراد أن يوصل رسالة واضحة لموقف مصري تصطف خلفه كل الدول العربية أنه لا مجال لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأن هذه نقطة يعني حمراء أو خط أحمر لن تتجاوزه، لن تسمح القاهرة بتجاوزه. أيضا الإسرائيليين بدأوا يتحدثون أن الإصرار على الحديث عن إخراج الفلسطينيين من قطاع غزة يضايق مصر ويدفع نحو تصعيد مع الجانب المصري. علينا أن نتوقف عن هذا الطرح لأنه خطير، يدفع المصريين إلى التصرف بنزق وعصبية شديدة. هذا ما بدأت تتحدث به الصحافة الإسرائيلية. مصر واضح أنها وضعت خطا أحمر. قضية خروج ودخول الجرحى يعني في تأكيدات من الجانب الفلسطيني والجانب المصري على أنهم سيخرجون ولكنهم سيعودون بمجرد الانتهاء من يعني من تضميد جراحهم لمن يصل إلى الأراضي المصرية. أعتقد أنه هذا الجزئية لن يطرأ عليها أي تغيير، بل إنها جزء من المسارعة المصرية ليعقد هذا الاجتماع الموحد، أنها تريد أن تؤكد عليها مرة أخرى بعد أن أكدت عليها في اجتماع القاهرة، الآن تريد أن تؤكد عليها وستؤكد عليها مرة أخرى في اجتماع الجامعة العربية في 11 نوفمبر الحالي. أوراق الضغط التي تحتفظ بها الدول العربية، قبل أيام الأردن استدعى سفيرة والسفير الإسرائيلي في تل أبيب، هل هناك ربما خطوات مماثلة، عوامل ضغط أكبر على إسرائيل في سبيل تحقيق ما يصب إليه أستاذ حازم؟ أعتقد أنه الحراك في الشارع الأردني بحد ذاته عنصر ضغط على كل الأطراف حتى على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا الحراك في داخل الأردن يمس رصيد الولايات المتحدة الأمريكية في دولة تعتبر شريكا قويا للولايات المتحدة الأمريكية وهي الأردن. هذه الشراكة الآن تتعرض لاختبارات قوية وعنيفة نتيجة الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين ونتيجة هجمات المستوطنين في الضفة الغربية. هذه نقطة مهمة تضغط على أعصاب صانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية بأن هذه العلاقة عرضة للتفكك، عرضة لأضرار كبيرة. الآن في الشارع هناك توجهات وهناك وزراء سابقون يتحدثون عن ضرورة أن نضع اتفاقية وادي عربة في كفة ووقف إطلاق النار في كفة أخرى، وهذا تصعيد إذا بدأ الصوت يرتفع بهذا الاتجاه بشكل أعلى واستمرت المجازر أعتقد أنه سيوضع على الطاولة. ستضطر وقد تحدث وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي بأننا سنصعد ولكن بالتدريج، وبدأ بالخطوة الأولى أوقف العلاقة أو بدأنا بقطع العلاقات وتمثيل الدبلوماسي ولو بشكل مؤقت، إلى أن الضغط الشعبي قد يدفع باتجاه مسارات تقلق الولايات المتحدة الأمريكية وتشير إلى أن هناك تصعيد دبلوماسي وسياسي. لدى الأردن أوراق استطيع أن يستخدمها، هناك التنسيق الأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية، هناك يعني التمثيل الدبلوماسي والعلاقات التجارية أيضا مع الجانب الإسرائيلي في اتفاقيات المياه والغاز، هذه أيضا تضغط على الولايات المتحدة. هناك الإمارات تستطيع الأردن
ومصر أن نضغط على الإمارات لتخفيف هذه العلاقات التطبيعية مع فيما بين إسرائيل وبين دولة الإمارات، والإمارات تمثل مكسب كبير بالنسبة للكيان الإسرائيلي. إذا ضغط الأردن ومصر بشكل جدي على دولة الإمارات أو أقنعوها بضرورة التراجع خطوات يعني جدية عن التطبيع، هذا سيمثل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أيضا خسارة. السعودية أيضا لها أدوار ممكن أن تلعبها في هذا الجانب، وخاصة أنها تعتبر من الشركاء الاقتصاديين المهمين للإدارة الأمريكية. الآن هذه الدول ستطرح مبادرة تطرحها على الولايات المتحدة الأمريكية، تؤكد على ضرورة حل الدولتين، تؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار ورفض التهجير. يجب أن تتحول، أن يتوفر لهذه المبادرة الأسنان وأظافر لتدافع عن نفسها. بعد مدة يجب أن تتوافر على هذه الحقائق. الآن اللافت أن قطر، دولة الكويت، اتجهت نحو روسيا في لقاء مع بوغدانوف اللي هو ممثل للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط. بدأ التواصل هناك، نوع من التواصل بدأ بين العرب وبين الروس على مستويات دول، يعني هناك دول تتبنى هذا الاتجاه. هذا الاتجاه قد نجده يتمثل بوضوح أكثر في قمة العربية المقبلة، وهي ورقة ضغط أيضا ممكن أن تمارسها الدول العربية بأن يكون الحضور الروسي في الجامعة العربية أو التهديد بذلك يعني عنصر ضاغط على الإدارة الأمريكية. إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تمنع تطور الأمور بهذا الاتجاه، عليها أن تتخذ إجراءات قبيلة اجتماع الجامعة العربية. العرب يستطيعون أن يضعوا أوراق، يستطيعون أن يطرحوا أوراق مستقبلية ممكن أن يلجأوا إليها، وإذا كانوا جادين فعلا بهذا الاتجاه فهناك الكثير كثير ممكن. نتمنى أن تكون هناك جدية، رغم أن الموعد بعيدا نوعا ما، 11 من الشهر الحالي. أستاذ حازم عياد المحلل السياسي كنت معي في الاستديو. بقي 5 أيام تقريبا، 6 أيام. شكرا جزيلا لك.